السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصري. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتحدث عن أحد الأدوية الشائعة الاستخدام، وخصوصا عند مرضى السكري، اللي هو دواء الأنسولين. دواء الأنسولين يعتبر رفيق الدرب للأشخاص اللي عندهم سكري النمط الأول، اللي هو سكري الأطفال المعتمد على الأنسولين. أيضا دواء الأنسولين ممكن يخضوه الأشخاص اللي عندهم سكري النمط الثاني في حال عدم استجابتهم لأدوية السكري اللي بتنعطى عن طريق الفم. أيضا دواء الأنسولين يعتبر الدواء الرسمي والآمن للنساء اللي بصيبهن السكري أثناء الحمل، اللي هو سكري الحمل. أيضا ممكن استخدام دواء الأنسولين لغير مرضى السكري لعلاج ارتفاع مستوى البوتاسيوم بالدم. طبعا دواء الأنسولين تم اكتشافه وتحضيره عام 1922، وكان قبليها أي شخص ينصاب بمرض السكري مصيره الموت المحقق. دواء الأنسولين بالوقت الحالي بيتم إنتاجه من خلال عدة مصادر، وأشهرها الإنسان من خلال الهندسة الوراثية. أيضا بيتم إنتاجه من بنكرياس البقر والخنزير. والأنسولين عبارة عن هرمون بيتم إفرازه من خلايا بيتا الموجودة بالبنكرياس، ووظيفته المحافظة على مستوى السكر بالدم. فالأنسولين ضروري لإدخال السكر والجلوكوز لداخل الخلايا، ومن غير الأنسولين السكر لا يمكن يدخل لداخل الخلايا. أيضا الأنسولين بحول السكر الزائد بالدم الجلايكوجين بتم تخزينه بالكبد. وهي طبعا صورة هون بتبين وظيفة الأنسولين داخل جسم الإنسان. الأنسولين أشبه بالمفتاح، فخلايا السكر اللي باللون الأزرق لا يمكن تدخل للخلية من غير استخدام المفتاح. وفي حال عدم وجود أنسولين أو عدم استجابة الخلايا للأنسولين، السكر ما راح يقدر يدخل للخلايا وراح يظل موجود بالدم، وراح يرتفع تركيزه بالدم وراح يتسبب بمرض السكري. وأدوية الأنسولين الموجودة بالصيدليات في لها عدة أنواع بيتم تصنيفها حسب بداية التأثير وحسب مدة التأثير. فمثلا الأنسولين فور التأثير مفعوله بيبدأ خلال 15 دقيقة وبيستمر من 3 إلى 5 ساعات. بيتم أخذه قبل الأكل ب10 دقائق ولونه بيجي صافي. وفي طبعا له عدة أنواع ومصادر، منها بتصنع من البشر أو بنكرياس البقر أو الخنزير. والأنسولين الفوري لونه بكون صافي، فإذا كان لونه عكر فهذا الشيء بيدل على أنه تالف وغير صالح للاستخدام. وبالنسبة للنوع الآخر اللي هو أنسولين سريع المفعول النظامي الريجولار أنسولين، بداية تأثيره بتكون من 30 ل 60 دقيقة وبستمر تأثيره من 5 إلى 8 ساعات. وفيه طبعا له عدة أنواع وبكون لونه صافي، فإذا كان عكر بدل على أنه غير صالح للاستخدام. أيضا الأنسولين سريع المفعول اللي هو الريجولار أنسولين يعتبر النوعية الوحيدة الممكن إعطائها بالوريد. وبالنسبة للنوع الثالث اللي هو أنسولين متوسط التأثير، بداية تأثيره بتكون من 1 ساعة إلى 3 ساعات، ومدة التأثير بتستمر خلال 20 ساعة وبكون لونه عكر. وبالنسبة للنوع الرابع اللي هو أنسولين طويل التأثير، بداية تأثيره بتكون من 4 إلى 8 ساعات، ومدة التأثير بتصل لغاية 36 ساعة وبكون أيضا لونه عكر. وبالنسبة للنوع الخامس من أنواع الأنسولين اللي هو الأنسولين المختلط المكستر أنسولين، بيكون عبارة عن خليط من الأنسولين متوسط التأثير مخلوط مع أنسولين سريع المفعول اللي هو الريجولار أنسولين. وفي عدة خلطات بنسب مختلفة بين الأنسولين متوسط التأثير والأنسولين النظامي الريجولار. وبالنسبة للأنسولين المختلط كونه خليط من الأنسولين النظامي مفعوله راح يبدأ خلال نص ساعة. أيضا كونه مخلوط من الأنسولين متوسط التأثير مفعوله راح يستمر لغاية 24 ساعة. طبعا في عدة تعليمات تتعلق باستخدام دواء الأنسولين. فبالنسبة لتخزين دواء الأنسولين لا يجوز يعني تخزينه بالفريزر أو تجميده، وإذا تم تجميده يعتبر غير صالح للاستخدام، فبتم تخزينه بالثلاجة بأسفل الثلاجة. أيضا لا يجوز تسخين دواء الأنسولين. أيضا يفضل قبل استخدام دواء الأنسولين إخراجه من الثلاجة حتى يخفض درجة حرارة الغرفة، فلا يفضل حقنه وهو بارد كثير. أيضا ضروري مريض السكري يشيك على صلاحية دواء الأنسولين. دواء الأنسولين فيه له صلاحيتين، أول شيء صلاحية التصنيع الموجودة على العلبة، أيضا في صلاحية أخرى بعد فتح العلبة واستخدام العلبة. فعند فتح العلبة واستخدام العلبة مريض السكري لازم يكتب التاريخ اللي فتح فيه العلبة، وبقدر يستخدمها لمدة شهر فقط بعد فتح العلبة. وبعد شهر من فتح العلبة تعتبر العلبة غير صالحة للاستخدام، لازم أيضا بعد الفتح يحفظها بالثلاجة من الأسفل. أيضا مريض السكري لازم ينتبه للأنسولين الفوري والأنسولين سريع المفعول اللي هو الريجولار
بكون لونه صافي، إذا لاحظ أنه لونه عكر بكون أيضا غير صالح للاستخدام. أيضا في بعض مرضى السكري ممكن يسحبوا بنفس الإبرة أنسولين صافي وأنسولين عكر، فلازم دائما يبدأ بالبداية بالأنسولين الصافي بعدين يسحب الأنسولين العكر، لأنه إذا سحب الأنسولين العكر بالبداية بعديها الأنسولين الصافي ممكن الأنسولين الصافي يصبح عكر والشخص يظن أنه أصبح غير صالح للاستخدام. أيضا بالنسبة لإعطاء دواء الأنسولين بيتم من خلال إبرة خاصة معروفة عند مرضى السكري. الإبرة سعتها الكاملة 1 ملي أو 1 سنتيمتر مكعب، والإبرة تاعتها بتتميز إنها قصيرة، والسعة الكاملة لإبرة الأنسولين اللي هي 1 ملي أو 1 سنتيمتر مكعب 100 وحدة دولية، والإبرة فيها تدريج 10 20 30، 10 وحدات دولية، 20 وحدة دولية، 30 وحدة دولية لغاية 100 وحدة دولية اللي هي السعة الكاملة للسرنجة. وبالنسبة للأماكن اللي بيتم حقن الأنسولين فيها، الأماكن الواضحة قدامكم بالصورة هون باللون الأخضر، ممكن حقن الأنسولين بالذراع وعادة يعني بالجهة الخلفية أو بالبطن حول السرة أو بالفخذ أو بالأرداف، وعادة بكون بداية تأثير الأنسولين أسرع إذا تم أخذه عن طريق البطن، وبكون بشكل أبطأ إذا تم أخذه عن طريق الفخذ، وبكون بشكل متوسط إذا تم أخذه عن طريق الذراع. ودواء الأنسولين زي ما هو معروف بنعطى بالطبقة الدهنية سبكتانيوس، ودواء الأنسولين لا يعطى عن طريق الفم لأن المعدة رح تقوم بتحليله، أيضا لا يعطى عن طريق العضل لأن الجسم رح يمتصه بشكل سريع جدا، فبتم إعطائه من خلال الطبقة الدهنية حتى الجسم يمتصه بشكل بطيء جدا ويحافظ على مستوى السكر لفترة أطول. وبالنسبة لطريقة حقن إبرة الأنسولين، الممرض بيقوم بتعليم المريض كيفية استخدام إبرة الأنسولين، فالمريض ممكن يثني الجلد ويرفعه مكان الحقن، وبهذه الحالة بيقدر يأخذ إبرة الأنسولين بزاوية 90، لكن إذا المريض أخذ الإبرة من غير يعني ما يثني الجلد أو يرفعه فبهذه الحالة لازم يأخذ الإبرة بزاوية 45 حتى يضمن أن الأنسولين يجي بالطبقة الدهنية. أيضا لازم مريض السكري يقوم بتبديل مكان الحقن، ما يظلهوش يعني يأخذ الإبر بنفس المكان لأنه هذا الإشي بيؤدي لترهل الدهون وحدوث ضمور دهني وازرقاق واحمرار وانتفاخ بالجلد، فضروري مريض السكري يبدل بين المناطق اللي ذكرناها. وبالنسبة للآثار الجانبية لاستخدام دواء الأنسولين، ممكن يعني يحصل حساسية واحمرار وانتفاخ بالجلد، لكن يعتبر هذا الإشي نادر الحدوث. وأشهر الآثار الجانبية لاستخدام الأنسولين اللي هو حصول هبوط مفاجئ مستوى السكر، مثلا نتيجة لعدم ضبط الجرعة بشكل جيد، أو نتيجة لأخذ جرعة خاطئة، أو نتيجة لأخذ الأنسولين من غير تناول الطعام. وسبق وتكلمنا عن الهبوط المفاجئ مستوى السكر، أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه والعلاج. تقريبا احنا هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بالأنسولين، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو. في النهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا إياه أسفل الفيديو. نتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.